واحد شغل حاسيه تم. اسعد الله مساكم جميع. ما هي والله طلاق حبس تم مايك. ما هي والله طلاقتن على اخوياي، لكن باسمهم جميعا تبرع بسهم 300 على نية والدتك. طول عمرك وياك. ما لك اتصال يا ابو طلاق؟ ما لك اتصال يا ابو عواد؟ الو سلطان. السلام عليكم. حياك الله يا سلطان يا مرحبا ومسهلا. هلا والله يا حبايبي، يعطيكم العافيه على البادره. لكن انا باسمي وباسم ابراهيم واسم عبد الله راجح اتبرع بسهم لام عبد الله راجح ولوالدي سهم ثاني. يا سلام، الله يكتب اجرك، الله يكتب اجرك. سهم ثاني لوالدي ورحم الله المتوفي، وسهم ابراهيم، وباذن الله ان شاء الله يكتب الله اجرنا، وباذن الله الوقت الخير ان شاء الله باذن الله ينتهي بوجودكم ان شاء الله وجود الرجال الداعمين. يا سلطان وبيض الله وجهك وشكرا لك، والمشاعر خلابة ويعجز الشعور عن الوصف. مشاعرك وصلت وتبرعك عن والدة أبو طلال، أعتقد أنها هي اللي فيضت مشاعره وفيضت دموعه. أسأل الله أن يجعل لك حجابا عن النار ويكتب أجرك. أقسم بيت الله العلي العظيم إن الدموع صادقة، لأن ما يحس بالفقد إلا فقد والديه، وأنا من ضمنهم. أقسم بيت الله العظيم ما يحس فيه إلا فقد والديه. والله يرحم موتانا ويطول بعمر وعاش في بالكم. اللهم أمين. لكن أنا بإذن الله إن شاء الله ما ينتهي البرنامج إلا الوقت، إن شاء الله إن شاء الله أن يكتب أجرك يا سلطان ويبين وجهك. أمين يا بعد راسي. والله لا يهينك ويجعلها لك حجابا من النار. أقسم بيت الله كلكم فايدين، ورب البيت كلكم فايدين. الله يجزاك خير ويطول عمرك، يرحم والديك. الله يبيض وجهك، الله يتقبل منهم. هذه مشاعر أبو طلال، هذا فضل الله عز وجل. أبو طلال والدينا أمرهم في حياة الإنسان. أنا مشكلتي فرجتهم فرجة، علمني ذا الدموع. أنا مشكلتي يعني أي شيء عن أمي ما تحمل، يعني أي حتى في أي كلمة دائما ما تحمل. يعني بقولكم شيء، واحد مادي يضحك ويحزن، راجع انا جاي الدوام ثاني يوم تكلمت عن امي، وفاتح مقطع وانا راجع واشوف المقطع حقي وارجع ابكي. تخيل اشوف مقطعي وارجع ابكي. يا اخي انا ليش فيصل والشيخ ذا، تحس ان الناس يعني فيصل ما كان محتاج انه يسوي كذا، متصل ما كان يحتاج. حب مسلمين بعضهم، حب الإخوان بعضهم، حب الناس بعضهم. يعني أفتح اليوم بناتي توم مواصلين، البيت كانوا مسافرين، تقول بابا أنا أفتح تيك توك كذبوهم مقاطع لك يا بابا، كذا مقاطع لك. يعني تحية البنات أبو طلال. قالت يا بابا أنا باقي معي ها 50 ريال من فلوس معطيهم اياه. قالت انا يا بابا بتبرع فيها. يا سلام. قلت يا بنتي، قلت يا بنتي لا تبرع فيها، انا بتبرع عنك وعن اختك. قالت يا بابا انا هي كانت هي اسمها هي مسميها على امي. الله يجعلها. قالت انا بتبرع فيها. شوف انت لما شافت المقطع، شافت الشيء هذا تحرك به. الناس نفس الشيء، فيصل الجمهور تتحرك مشاعرهم، تتحرك وقفاتهم. في يتيم قدامنا هنا، لما يعني لما يشوف احد مهتم له والناس احتياجاته، يا اخي يشكرك، يكبر وهو شاكر المجتمع هذا. اضف الى ذلك انه متعفف، مستحيل متعفف انه يجي صح في مجتمع يصحى اليتيم هذا يصير عضو في المجتمع بيدك انت، يمكن انك انت ما تعرفه ولا تشوفه، بس انت تابك افر الله دافع عنك بلا انت ما تدري عنه. بس الله يعطيك العافيه ابو طلال وبيض وجهك ابو رمي. معنا اتصال. سعد حياك الله. يا مرحبا.